السلام عليكم، ان شاء الله الحصه نشوفوا كيفاش نخدموا هذا المربع. يجي بهذا الشكل، تقدروا ديروا بزاف الطبقات. عندي الصف على جوج ورقم صفر، غادي نبدا بسم الله. غادي دابا هنا دايره فراغ هنا في الوسط، دايره واحد الدائره فراغ، وغادي نخدم فيه ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، غادي نعمر ربعة. إذا هذه وحدة، هاد العمود وحدة، هذه جوج ثلاثة وربعة، غادي نخدم بيناتهم جوج، واحد جوج، غادي نعمر كذلك ربعة، ها واحد جوج ثلاثة أربعة، صافي. غادي نكمل عاوتاني جوج حتى نحصل على ربعة، غادي نخدم كذلك ربعة، قولي ربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، غادي نخدم جوج وغادي نمشي، غادي نسد في الثالثة هكذا، وغادي نمشي لهنا وغادي نسد هكذا، نمشي كذلك هنا ونسد هكذا، ونمشي لهنا ونسد هكذا. حصلت على المربع الأول. دابا غادي نطلع بثلاثة، واحد جوج وثلاثة، وغادي نمشي لهنا قدامها، غادي نعمر جوج، وغادي ندير جوج بيناتهم وكذلك جوج في نفس الحفرة. غنتحصل على هاد الربعة. دابا غادي نمشي بين هاد الربعات، غادي نمشي بينهم. إذا ها الأولى خديت بيناتها هكذا، والثانية والثالثة، أنا خديت دابا ثلاثة. دابا غادي ننتقل عند هادي، غادي نعمر جوج وبيناتهم جوج، بيناتهم جوج، وهنا كذلك باش ناخد عاوتاني الجهة الأخرى، ها هي كذلك نفس العملية اللي كانت هنا، غادي تكون هنا بيناتهم. غادي نخدم ثلاثة، واحد، وننتقل الثانية جوج، وننتقل الثالثة ثلاثة، غادي ننتقل الحفرة الكبيرة هنا، وغادي ندير جوج وبيناتهم جوج، وغادي نزيد هنايا كذلك. وغادي ندير بيناتهم هنا وهنا وهنا، وغادي ناخد كذلك هادي، غادي نعمر فيها جوج وبيناتهم جوج، بيناتهم جوج، هاهي. وغادي نستمر هاد ثلاثة ديالي هنا، واحد هاهي، وهادي الثانية، وهادي الثالثة، وغادي نمشي لهنا لهاد الثلاثة، وغادي نسحب هنايا ها المربع الثاني، هو هذا. غادي نمشي كذلك هنا، غادي ناخد هادي هاد الشكل كدا، وغادي نمشي لهنا وغادي ناخد هكذا، وغادي نزيد واحد جوج، والعملية تستمر بنفس العملية هانت، واحد غادي ندير كذلك جوج، ها واحد ها جوج، ودابا عاوتاني كذلك بيناتهم، ما غادي نخدم هادي وهادي
هادي، خلينا ناخد الخيط هنا، تقطع عليه الخيط، تندير له هكذا، تندي هادي لهنا، وتنمشي عند هادي، تنقلبها لهاد الشيء هكذا، وعاد تنجبدها من هنا هكذا، وغادي نستمر بيناتهم. غادي نخدم هادي، هيا غادي نزيد نخدم هادي، ها هي، وغادي نجيب داك الخيط اللي درت، وغادي ندفنو بهاد الشكل، ها هي، ومن بعدها هادي احنا ساليناها، وفوسط هاد الجوج احنا هنا صافي. غادي نمشي لهنا الحفرة الكبيرة، غادي نعمر كذلك جوج، ها واحد، ها جوج، وبيناتهم جوج، وغادي نخدم كذلك جوج، ها واحد، ها جوج، وغادي نخدم وحدة في كل وحدة هكا بيناتهم باش تجيني مسدودة. هاد المربع أكثرية تنستعملو في التقاشر، هانتوما صافي. غادي ننتقل دابا للحفرة الكبيرة، وغادي نعمر جوج، وبيناتهم جوج، وغادي نمشي لهنا ونعمر جوج كذلك، وغادي نمشي بيناتهم، والعملية تتكرر هانتوما. واحد، جوج، وغادي ندير هنا صافي. وصلت لهنا، غادي نمشي نيشان عند هادي، وغادي نسد هاد الطريق صافي. ها انا حصلت على المربع ديالي. دابا بالنسبه للشكل اللي بغيت ندير، غادي نبدل اللون، غادي نديرها كل طبقه بلون. غادي نمشي لهنا ونسد هكذا، وغادي نمشي لهنا ونسد، وغادي نبدل اللون. المهم نتوما المربع اللي بغيتو تحصلوا عليه تحصلوا بهذه الطريقه دائما، هكا حتى تكون زياده باش ما تيبانلكش البلاصه مناش بديتي. غادي نبدل اللون، خيطته، دابا غادي نمشي لهنا، هذه هي البلاصه مناش قطعت، ما غاديش نخدم فيها، غادي نخدم هنا، غادي نطلع بثلاثة، وغادي نخدم جوج، وبيناتهم جوج، وغادي نخدم كذلك جوج، دابا غادي نمشي بيناتهم، وغادي نخدم، ها هي، وأنا مستمر. غادي نوصل هنا للوسط، وغادي نعمر جوج، واحد، ها جوج، وبيناتهم جوج، وغادي نكمل.
علاش بدلت المكان اللي مناش بديت، باش ما يكونش الضغط ديال العين بان تما فاش تتكون ديك النهايه ما تيبانلكش العبل ديال المربع. غادي نكمل وغادي تمشي بيناتهم كذلك وغادي تخدمي نمشي لهنا وغادي نعمر جوج وبيناتهم جوج وكذلك جوج حد وجوج وغادي نكمل غادي نمشي كذلك لهنا وغادي نسد غادي نمشي لهنا ونسد نمشي لهنا ونسد غادي ندير كذلك واحد الدوره بنفس اللون غادي نطلع ثلاثة وغادي نخدم هنا كذلك جوج وغادي نخدم بيناتهم غادي ندور بنفس الطريقة الشكل النهائي هو هذا تنتمنى يكون عجبكم وتجربوه